Assalamu alaikum everyone. Today I want to share something different, not cooking. It's a story about Ramadan. رح شارك معاكم هالقصة. هي قصة عن رمضان بالانجلش. انا رح اقراها. اولادي كتير بحبوها وكتير بطلبوها. Like every day they want me to read it for them. لهيك أنا حسيت إنه ممكن إذا شاركت هالستوري معكم ممكن تفيدكم تشتروا للأولاد مثلها أو show them the video أو تورجون الفيديو. فيها معلومات حلوة للأولاد عمر 5 سنين و3 سنين. لح نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. It's called my first Ramadan. Look to this cutie pie. He's looking to the moon. My first Ramadan. My kids always like pointed to those little kids and they think like my son Isa, he say like this is me, and my other son like, this is me. So that's make funny because they think they are really in the story. He's talking to his sister. Look, there is the new moon in the sky. Now we will begin our holiday called Ramadan. A holy month for Muslims all around the world. شايفين كيف لما الولد عم يحاكي اخته تطلع على السماء وقال لها شايفة القمر الجديد؟ هلأ رح نبلش شهر رمضان الكريم يلي هو العيد. إن هذا الشهر مخصص للمسلمين بكافة أنحاء العالم. For 1 month, Muslims will fast from sun up to sundown. المسلمين رح يصوموا خلال هذا الشهر من شروق الشمس حتى غروب الشمس. That means they will not eat or drink anything all day long. ما رح نقدر لا ناكل ولا نشرب كل النهار. This year I am bigger and I will try to fast for the first time. هذا الولد الحلو هو هلا اكبر شوي وبده يجرب انه يبلش يصوم لاول مره بحياته. Daddy and I read about Ramadan in the Quran, our holy book. We fast because it helps us to concentrate in our faith. It also reminds us to be thankful for all we have. هلا هو قاعد هو وبابا هو وابوه عم يقروا بالقران. القران عم بيقلنا انه نحن لازم نصوم لانه هذا بيساعدنا انه نحن نفهم اكثر الريليجن تبعنا الديانه تبعنا وحتى نكون معمقين اكثر باسلامنا اسلامنا الحلو وحتى نشكر ربنا على كل النعم اللي عطانا إياها. كتير حلو لما الواحد يقرأ هو وبابا من القرآن ويسمع بابا شو عم بيقله. In the morning, before the sun comes up, Mama makes a big breakfast. We call it سحور. قبل ما الشمس تطلع ماما بتفيق وبتعمل لنا وجبة كبيرة. هاي الوجبة شو منسميها؟ منسميها سحور. لازم نحن نتسحر لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وصانا أنه نتسحر بشهر رمضان لأنه تسحروا فإن في السحور بركة. We share buttery eggs, toast, fluffy pancake, fresh berries and orange juice. شايفين شو حاطين بالصفرة؟ طلع حاطين بيض حاطين خبز حاطين بانكيك. وين البانكيك؟ somewhere هون البانكيك. حاطين البيريز التوت البري التازة كمان عم يتشاركوا بالعصير. هذا كله ماما بتعدلنا اياه مشان ناكله ونتسحر قبل ما نبلش صيامنا قبل ما الصن
goes up قبل ما الشمس تطلع. هو كان عم بياكل كتير بس أخته كانت كتير نعسانة. I eat and eat until I am so full. Daddy lead us in a morning prayer called Fajr. بابا بعد ما نتسحر ويأذن الصبح بيقوم بيصير الإمام تبعنا بصلاة الفجر أنا وأمي وأختي. We pray 5 times every day. نحنا المسلمين عنا 5 صلوات. Muslim will follow a religion called Islam. That means peace in Arabic. المسلمين بيتبعوا ديانة يلي هي الإسلام. شو يعني إسلام باللغة العربية؟ يعني سلام، يعني أمان. الإسلام هو الأمان والسلام. I go off to school for the day. It will be hard not to eat or drink. We stay busy at school making calendars for Ramadan. أنا رح روح المدرسة لكل النهار. هو حيكون شوي صعب علي لأني ما أكل ولا أشرب، بقى حاول أن يكون مشغول كل الوقت بالمدرسة. أنا ورفقاتي رح نعمل روزنامة رمضان. شايفين كيف الآنسة عم بتساعدنا مشان نعمل روزنامة رمضان. وأوقات منقعد منغني ومنلعب ألعاب. Sometimes we learn songs and play games. يا سلام، قرب وقت الفطور مشان نقدر ناكل. يم يم. At the end of the day, as the sun began to set, we get ready for our evening meal. لما قبل ما ينتهي النهار وتبلش الشمس بتغيب، منحجهز حالنا مشان ناكل الوجبة الكبيرة هي اللي هي وجبة الإفطار. Before we sit down to eat, we wash our hands and eat a sweet dates, just like Muslim did almost 1,400 years ago. قبل ما نقعد وناكل شو منعمل يا شاطرين؟ منغسل ايدينا بالمي ومناكل تمرة صغيرة تماما مثل ما كانوا المسلمين قبل 1400 سنة بيساو. شايفين هون؟ هدول المسلمين أصحاب رسول الله كما علم الرسول الله من 1400 سنة كانوا يشربوا. Like they break their fast with a sip of water and date. بيشربوا مي بيأكلوا تمر كلياتهم قاعدين قبل ما يبلشوا بالوجبة الكبيرة. That is when the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم first taught his followers to break their fast with a date and a sip of water. تمام كيف ما علمه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Wow, at the end. يا سلام، نحن شو منستنى بنهاية النهار لما الشمس تغيب؟ منستنى نقعد كلياتنا على الوجبة ونتشارك أنا وإخواتي وأهلي وجبة الإفطار بعد ما كنا صايمين نهار طويل والله رضيان عنا. At last, it's time for إفطار, our evening meal. We eat on the floor to keep our special tradition. We say a prayer called مغرب. قاعدين شايفين كيف قاعدين على الأرض حتى يحسوا بالأجواء التقليدية. We say a prayer called مغرب and then it's time to eat. منصلي صلاة اللي هي صلاة المغرب وبعدين نرجع ناكل، يعني منبرك break our fast with a sip of water and date. منصلي بعدين منجي على الطاولة ومناكل. I am so hungry. Everything tastes so good. هو كان كتير 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 جوعان وحس إنه كل شيء طيب، الدجاج، الرز، الفروت، الفيجيتابلز، everything. ما شاء الله. شايفين كيف بعد ما ناكل we go to the mosque to pray. منروح الجامع كلياتنا مشان نصلي. The mosque looks so beautiful, standing tall against the starry night. It's like magic. ما شاء الله. شايفين كيف المسجد؟ المسجد بيوقف بس وهو هيك شامخ والعالم كله بتكون رايحة مشان تصلي وتقول له شكرا يا رب العالمين على النعم الحلوة اللي عم تعطينا اياها. After 4 weeks have passed, I look up to the sky to
to see if there is a sliver of the new moon again. Yes, we all see it. هلا بعد ما قضينا 4 أسابيع من الصيام أنا وأختي رحنا مشان نراقب المون مشان نشوف إذا رح يجي مون العيد، وهذا معناته إنه رمضان خلص، الله يتقبل مننا بعد انتهاء رمضان. This means that Ramadan will end tomorrow. يعني رمضان رح يخلص بكرة. يا سلام، إجا العيد، شايفين كل العالم مترتبين وجاهزين ومجتمعين مشان العيد. We gather the next day in the town square to celebrate Eid, الفطر, the end of Ramadan. بعد نهاية رمضان نجتمع كلياتنا مشان نعايد على بعض. I see Muslims from Asia, Europe, Africa, Australia, North America and South America. كل المسلمين من كافة أنحاء العالم من آسيا وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وشمال أمريكا وجنوب أمريكا، كلهم بيجتمعوا، شايفين different kind of Muslim بيجتمعوا مشان العيد. ما شاء الله. I go with daddy to say the Eid prayer. We feel happy to be together. أنا بروح مع أبي مشان أصلي صلاة العيد. أنا كتير مبسوط إني مجتمع وعم صلي. Mama and my sister pray together in different room. بالصلاة طبعا مثل ما بنعرف كلياتنا بالجامع للرجال بيصلوا مع بعض والنسوان بيقعدوا ب different room بيصلوا مع بعض. When the prayer has ended, we say Eid Mubarak. هلا لما بيخلص الصلاة شو بنقول كلياتنا؟ عيد مبارك، عيد سعيد. Which mean have a happy blessed Eid. بما معناه انه اتمنى لك عيدا سعيدا مباركا. يا سلام، بعد ما نخلص صلاة نرجع على البيت بتكون كل our family our عائلتنا مجتمعة مع بعض. At last we have a party with present and games. وبيكونوا جايبيننا هدايا حلوة بسبب انتهاء رمضان، وبيكون في مجموعة من الألعاب نلعبها كلياتنا. All my relatives are there. We are happy that we have celebrated another Ramadan together. ما شاء الله، نحن كتير مبسوطين لأنه احتفلنا برمضان جديد. The end. هذا هو شهر رمضان وهذا هو العيد. بتمنى تكون عجبتكم الستوري. It's called my first رمضان. أنا اشتريتها من أمازون. تحبوا تورجوا الفيديو لأولادكم، تحبوا بتحبوا تشتروها شي بيرجع لكم. إن شاء الله تكونوا عجبتكم. السلام عليكم.